العلاجية والحميات في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، فليتفضل مشكورا. ذاكر عبيد في كلية العلوم الصحية قسم التغذية العلاجية والحميات. طبعا مؤتمر صحتي التاسع، احنا نتشرف كقسم التغذية العلاجية والحميات وكلية العلوم الصحية بالمشاركة في هذا المؤتمر. الجلسة الحوارية اليوم بالنسبة الأولى اللي هي الغذاء الصحي المتوازن. الغذاء الصحي المتوازن، يعني لمعلوماتكم عندنا الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، الدليل الإرشادي الوطني للتغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر في 2018، عرف الغذاء الصحي المتوازن اللي هو الغذاء الذي يحتوي على جميع المجاميع الغذائية، العناصر الغذائية بكميات محددة وحسب احتياجاتنا الاستهلاكية اليومية. فإحنا اليوم إن شاء الله بشرفنا أن يكون في خبرة كبيرة بالمتحدثين، فالدكتور أيوب الجوالدي اللي هو يحمل درجة الدكتوراه في التغذية، وكان عمل محاضر متفرغ في جامعة فيينا، والآن حالياً هو المستشار الإقليمي في الـ WHO في إقليم شرق المتوسط، وكذلك عمل أكثر من 20 سنة في منظمة الغذاء العالمية في عدة مواقع، له أكثر من 150 ورقة علمية وكتاب علمي في التغذية. اهتماماته العلمية اللي هي السياسات الغذائية، الأنظمة الغذائية في إقليم شرق المتوسط. أهلا وسهلا دكتور. المتحدث الثاني اللي هي الدكتورة معروفة، دكتورة وفاء عايش، اللي هي كانت سابقاً مدير إدارة التغذية العلاجية في DHA اللي هي هيئة صحة دبي، وكذلك هي من مؤسسين القسم نفسه. دكتورة وفاء وحالياً بتعمل استشاري التغذية العلاجية في مستشفى التداوي وجيلان، كذلك هي مؤسسة لجمعية أطفال حلوين الأطفال السكري ب 2003، كذلك هي أول عربية تحصل على دبلوم التغذية العلاجية والأيض من الجمعية الأوروبية، وتعتبر مدرس معتمد في هذه الجمعية اللي هي بتعطي دروس ومحاضرات. كذلك هي من مؤسسي مؤتمر دبي للتغذية العلاجية، يعني احنا بدنا نمسك على الخشب. وكذلك عضوة في جمعيات أوروبية ودولية ومحلية، ولها العديد من الأبحاث المنشورة. أهلا وسهلا بالدكتورة وفاء. عندنا غنية على التعريف الدكتورة فرح نجا زميلتي في القسم، شكرا. أستاذ مشارك في جامعة الشارقة في قسمنا، قسم التغذية العلاجية والحميات. طبعا دكتورة فرح خريجة جامعة تورنتو في كندا، والدراسات الأولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وطبعاً ما شاء الله عليها عندها أبحاث تفوق 115 بحث علمي في مجلات علمية محكمة ومعروفة. اهتماماتها العلمية اللي هي العلاقة بين الغذاء وصحة الإنسان وصحة البيئة المحيطة به. أهلا وسهلا بالدكتورة فرح. الدكتورة هديل علي غزاوي أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية، دكتوراه في علم تغذية الإنسان من جامعة فيينا، حالياً أستاذ مشارك في قسم التغذية العلاجية والتصنيع الغذائي في قسم التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة بالجامعة الأردنية، متخصصة في تغذية الرياضيين، ولديها ما يعادل حوالي 38 بحث علمي، وبتشرف على أكثر من 21 رسالة الماجستير والدكتوراه. أهلا وسهلا الدكتورة هديل. وبعد الأستاذة أريج السعد، رئيسة قسم التغذية العلاجية مستشفى حمد الجامعي في مملكة البحرين، أخصائية التغذية العلاجية ونائب رئيس جمعية أصدقاء الصحة وعضو في حملة السمنة لا تليق بي. تمام. عندها خبرة تفوق 20 سنة في التغذية العلاجية،
ماجستير في تغذية مرضى السكري من أدنبرا في سكوتلاند، رئيس قسم التغذية العلاجي في مستشفى الحمد، عضو جمعية السكري البحرينية. أهلا وسهلا بالأستاذة أريد. حقيقة حتى احنا نكسب الوقت سنبدأ بالخبير الدولي الدكتور أيوب الجوالدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا أكون معاكم ونشكر إمارة الشارقة بجميع يعني مؤسساتها، سواء المجلس الأعلى وجامعة الشارقة على الاستضافة، وطبعا منظمة الصحة العالمية. قسم التغذية يركز على الغذاء الصحي من أجل معالجة والعوامل الخطورة الخاصة بالغذاء. وطبعا لما نحكي عن نظم غذائية صحية، احنا نحكي عن جميع مراحل تداول الغذاء منذ إنتاجه وتصنيعه وتداوله واستهلاكه. ولذلك أصبح يعني موضوع الغذاء الصحي هو شريك أساسي للنظم الصحية، وبالتالي أي تدخل لمعالجة السمنة أو الأمراض المزمنة يتطلب تدخل جميع القطاعات وتعاونها، سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو التعليمية. طبعاً زي ما بنحكي احنا لما نحكي على النظم الغذائي، وحسب تعليمات وزارة الصحة طبعا نظمت مفاهيم للغذاء الصحي وركزت على أمور تساهم في زيادة السمنة والأمراض المزمنة كالضغط والسكري إلى آخره. طبعا زملائنا تحدثوا عن توازن مدخول الطاقة كذلك يعني طبعا راح نركز على أول إشي استهلاك الدهون، يجب أن تكون تقريبا أقل من 30%. أيضا لازم تكون طبعا الدهون المشبعة أقل من 10%، والحد من الدهون المتحولة. أيضا نتحدث عن تناول السكريات بحيث تكون أقل من 10% في منطقة زي مناطقنا، وفي عندنا سمنة المفروض تكون أقل من 5% من السعرات الحرارية. الأكيد طبعا الملح لازم يكون أقل من 5 جرام، بالإضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية وزيادة استهلاك الخضار والفواكه. طبعا الغذاء أو التغذية هو مساهمة ولها دور رئيسي في تحقيق أهداف الألفية اللي جميع الدول لازم تشتغل عليها. هلا في عنا احنا الهدف الثاني هو هدف رئيسي له علاقة بالتغذية، بالإضافة إلى الهدف رقم 3 اللي هو خاص بالصحة. لما نحكي عن الصحة بنحكي عن الأمراض غير المعدية، صحة الأطفال والحوامل، صحة الطوارئ والأمراض المزمنة. أيضا الغذاء له علاقة بال 17 هدف، من ضمنها يعني البيئة، التعليم. طبعا في عندنا كمان منظمة الصحة العالمية بلجنتها أقرت أهداف بعام 2025، من ضمنها تخفيض نسبة التقزم 40%، خفض الفقر الدم 50%، الحد من زيادة الوزن، انخفاض الوزن 30%، أيضا التأكيد على عدم حدوث زيادة في الوزن بين الأطفال، وتشجيع الرضاعة الطبيعية اللي هي الإكسكلوسيف بحيث تكون أكثر من 50%، وتقليل الهزال لأقل من 3%. طبعا جميع الاستراتيجيات، والإمارات يعني على وشك إطلاق الاستراتيجية للتغذية تضع هذه الأهداف العالمية ضمن الأهداف الوطنية. طبعا زي ما بنعرف احنا نسبة الهزال والتقزم في إقليم شرق المتوسط، احنا طبعا إذا قارنا النتائج ما بين عام 2000 و2020 في تحسن بالنسبة للتقزم والهزال، لكن إذا بنطلع على موضوع زيادة الوزن خاصة الأطفال أقل من 5 سنوات في عنا زيادة في زيادة الوزن، وهذا بعود إلى استهلاك حليب الأطفال كبديل للرضاعة الطبيعية. طبعا إحنا يعني الرضاعة الطبيعية الهدف العالمي بالنسبة للرضاعة الحصرية هي طبعا إكسكلوسيف أول 6 شهور كمؤشر،
الهدف 50%، في الإقليم إحنا يعني شوي طموحين حطيناه يكون 70%. الآن صحيح بنهني يعني دولة الإمارات بكونها من أحد الدول في الإقليم اللي وصلت 59%، حققت هذا الهدف، ولكن إحنا كمان نطمح إنه نوصل لرقم أعلى. زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال حقيقة هو وضع يعني مقلق، وزي ما إحنا شايفين باللون الأحمر الإمارات تقريبا بتتعدى 35% الأوفر ويت بين الأطفال والشباب، هذا مؤشر شوي عالي جدا، أعلى من المتوسط في الإقليم. زائدا بالنسبة للأدلتس تقريبا بوصل حوالي 65%، يعني عالي جدا. فإحنا في عنا تحدي كبير فيما يخص موضوع السمنة وزيادة الوزن ما بين الأطفال وما بين اليافعين. لذلك يعني الغذاء النظم الصحية محتاج شوية تركيز. بالنسبة لفقر الدم، إحنا طبيعي يعني الأرقام إذا بناخذها بشكل عام لا تزال يعني تقريبا نزلت من 37% إلى 34%. هلا في عنا دائما احنا بنحكي عن فقر الدم خاصة في المناطق او الدول الهاي انكم كانتريز زي الخليج، يعني لا يكفي انه نحكي انه انا عندي انيميا 20% أو 25%، لانه الانيميا لها درجات، في درجة بتكون حاد او متوسط او خفيفة. هلا احنا دائما في اي دراسة علمية او بحث علمي لازم نركز اولا على نوع الانيميا واسبابها، هل هي علاقة لها علاقة بالحديد، مستوى الحديد، هل الليفل هو حاد. هلا تقريبا توقعي انا رغم انه الارقام شوية يعني متوسطة بس هي بتكون معظمها مايلد لمودريت، يعني ما يعني تجاوزنا منطقة اللي هي بتكون فيها الانيميا حادة جدا. هاي مهم جدا في أي دراسة وأي تحليل نطلع عليها. هلا النمط الغذائي في شرق المتوسط، إحنا في عنا زيادة بنسبة استهلاك الدهون المشبعة والدهون المتحولة، أيضا في عنا زيادة باستهلاك السكر، تقريبا معدل استهلاك السكر أكثر من 80 جرام في معظم الدول العربية. طبعا هذه عامل خطورة، وزي ما نعرف السكر هو أحد أسباب الكانسر، هو أسباب السمنة الرئيسي، بالإضافة إلى الملح. الملح عنا 5 جرام، معدل الاستهلاك تقريبا بتجاوز 10 جرام يعني مينيمم. ولذلك لازم نركز في جميع الأغذية أو الأنماط الغذائية على موازنتها. طبعا إحنا بالمنظمة الصحة العالمية في عنا الأدلة والجايدلاينز اللي بتساعد الدول بحيث أنها تبني سياسات، وهاي السياسات تتواءم مع التوصيات العالمية ومبنية على الإيفيدنس، وعندنا تعاون كويس يعني مع الجامعات في الإمارات اللي ساهمت في إعداد يعني حقائق حول استراتيجية التغذية. طبعا كتعزيز للنظم الغذائية، إحنا نحكي عن نظام غذائي، النظام الغذائي معناته بده يكون في نظام مؤسسي، نظام يقوم على جميع أو التمكن من الأغذية التي تستورد أو تنتج محليا يجب أن تكون لها مواصفات ومقاييس، وهذه القوانين هي اللي بتخلينا نكون مرتاحين شوي، لأنه أنا تدخل مش عايز تدخل على مستوى شخصي. إذا أنا بستورد أغذية من الخارج، إذا أنا ما كان عندي قوانين منظمة، أنا راح أسير مكان الناس تصدر له الأغذية الغير صحية، لأن كل الدول في أوروبا في أمريكا إلى آخره وضعت قوانين، فأنا لازم أكون متأكد أنه هاي النظم الغذائية في جميع قطاعتها متوفرة. أيضا المستهلكين يعني لازم يكون في تعزيز لتوعية عند المستهلك، يعني لازم احنا نزيد الوعي عند المواطن بحيث يقرأ بطاقة البيان، يحاول يفهم محتواها، يحاول هو يطلب الغذاء الصحي. أنا كمنتج أو كمستورد دائما بلبي رغبة المستهلك، لذلك التوعية مهمة جدا وبطاقات مهمة جدا. هلأ الرضاعة الطبيعية، الطفل اللي بيرضع طبيعي أو الرضاعة الطبيعية بنعتبرها إحنا مطعوم طبيعي، ناتشورال فاكسين، يعني أنت بدك تطعم ابنك ضد الأمراض
أعطيه رضاعة طبيعية أول 6 شهور بشكل حصري ويكمل لسنتين أو أكثر. هلأ الأم اللي بترضع أو الطفل اللي بيرضع أقل إصابة بالسمنة 40%، أيضا نسبة الإصابة بالسرطانات بتكون أقل عند الأم. طيب بنيجي للأعباء اللي إحنا بنشوفها، يعني زي ما حكينا احنا بالمكتب الاقليمي، بالاضافه يعني في عندنا استراتيجيه للتغذيه، في عندنا جايد لاينز ايفيدنس بيست موجود اللي بحب يطلع عليها، بنعطي يعني كل التوصيات بشكل علمي ومطلق. هلا احنا حاولنا نعمل انفنتوري للدول نشوف ايش نفذت من البرامج، سواء إذا كان عندها استراتيجية للتغذية أو خطة عمل للسمنة أو عندها بطاقة بيان بالنسبة لاستهلاك الملح وترانسفات. زي ما احنا شايفين خلال 10 سنوات الماضية صحيح في نقلة نوعية بمنطقة الإقليم، صرنا نشوف معظم عنده استراتيجيات وعنده تعليمات، وزي ما احنا شايفين الإمارات يعني تقريباً معظمه أخضر. هلأ التحدي الكبير هو التنفيذ والتطبيق، ولذلك إحنا بنعول على جميع الشركاء في عملية التنفيذ. ففي إنجاز وفي عنا ماشيين بالخط الصحيح، ولكن إحنا طموحين في التطبيق. وأخيرا يعني إحنا بنهني دولة الإمارات العربية إنه معظم السياسات والاستراتيجيات موجودة، وهي يعني في تكاثف بين جميع الشركاء. وفي عندنا قصص نجاح، يعني الشارقة هي تقريبا أول مركز صديق للطفل كان ب 2002، والآن معظم المستشفيات والمراكز الصحية صديقة. أيضا 2018 كانت أول مدينة صديقة للأطفال. الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية طبقت في الخليج والإمارات، طبعا طبقتها. بطاقات البيان الآن موجودة وفي استراتيجية جديدة. فإحنا يعني بنهنيكم وشايفين في تقدم، ونأمل إن شاء الله نتعاون مع بعض لتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية. شكرا جزيلا. الله يعافيك. شكرا على المحاضرة القيمة. بس للمعلومات يعني حقيقة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة في بالنسبة لتقليل الملح وتقليل الدهون المشبعة، الآن بدوا تطبيقات فعلية، بدوها بالمخابز، طلبوا منهم تقليل الملح وماشيين فيها يعني بشكل كبير. والآن في خطة على أساس أنه هم بأعتقد السنة الجاية أو 2024 يبدأوا بالمطاعم، بالفاست فود تشين، حتى يقللوا أو منعوهم من استخدام الدهون المتحولة حقيقة، الهيدروجينيتد فات، وراح يبدأوا تطبيقه. وهذا الشيء حقيقة يعني بيعطي بعد صحي للمجتمع. ومرة أخرى شكرا للدكتور أيوب، وإحنا راح نحفظ الأسئلة، والأسئلة اللي حابب يسأل في نهاية المحاضرات ممكن يرسلها وإحنا ممكن نناقش فيها. شكرا مرة أخرى دكتور أيوب. نيجي على المحاضرة الأخرى للدكتورة وفاء عايش، تفضلي دكتورة وفاء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل الشكر لسمو الشيخة جواهر ولمجلس الشارقة الأسرة على دعوتهم الكريمة، وعلى كل القائمين بهذا بسميه صرح سنوي للقاء النخبة من المتحدثين. حتكلم عن تغذية كبار السن، وبما أنه يعني أخصائي التغذية فبدي أتكلم عن التوازن الغذائي، كلكم عارفينه تقريبا، ولكن حتطرق في الموضوع إلى بعض الأشياء اللي إحنا بنعاني فيها ويمكن ما بنلاحظها مع أهالينا، مع كبارنا اللي موجودين حوالينا، وكيفية علاجها. الأبحاث الطبية أثبتت أنه التغذية الصحية لكبار السن هي أكبر شيء مهم حتى نقيهم من الأمراض اللي عم بيعانوا منها واللي عم نشوفها بصورة قوية.
كالكوليسترول بالقلب والسكري وغيرهم. الالتزام بالتغذية الصحية حتى لكبار السن بالتحديد، لأنه بصير عندنا لما بكبر السن الهرمونات بتقل، وبالتالي لازم أني أنا أعوضها بهرمونات نباتية عن طريق التغذية السليمة، عن طريق التغذية المتوازنة. الغذاء الصحي حتى بالتغيرات اللي بتصير معهم تقيها، مثل عسر الهضم، الإمساك اللي أنا حتكلم عنها، النفاخ، النفخة، الغازات، كلها بيعانوا منها كبارنا. وبالتالي ماذا، ما هو الحل؟ كثير أشياء بتأثر على احتياجات كبار السن، منها نمط الحياة اللي بيعيشها بيننا. هل إحنا بننتبههم شو بيأكلوا؟ هل إحنا بنسألهم شو نفسهم يأكلوا؟ ماذا تود أن تأكل اليوم؟ ما حدا يعني، المعظم اللي موجود بيأكلوه، هذا مسلم به، هذا غير صحيح، لأن كثير أحيانا ما بيكون خاطرهم يأكلوا الأكل، وبالتالي بيكون كمية اللي بيأكلوها كثير أقل من اللي لازم. الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية أكيد بتأثر، إلا إذا كانوا لحالهم، إذا كان مع العائلة. طبعاً الأكل إذا انتبهتوا لما بيكون مع الأسرة بيأكلوا أكثر، نفسهم تنفتح، لما بيكون لحاله يمكن يأكل لقمة لقمتين ويترك الأكل، ما له نفس إنه يأكل، وبالتالي لازم الحالة الاجتماعية تأثر. الحالة الاقتصادية أكيد بتأثر، لأنه إذا موجود الأكل اللي بده يأكله وصحي ومتوازن حياكله. طبعاً الحالة الصحية يجب أن نراعي كأخصائيين تغذية، كأطباء، كعاملين في المجال الصحي، أنه كل مرض وإله تغذيته المناسبة اللي تتلائم مع المرض تبع الشخص. نبدأ في الحالات اللي بتعرضوا لها، فقدان الوزن الغير مخطط له. لو تعرفوا قديش كبير السن يهاب نزول الوزن، بخاف، بحس انه عنده مرض، ودوني على الطبيب، نزل وزني، وعلى فكره بنتبهوا بالجرامات، نزل نص جرام، نص كيلو، كيلو، انتم ما بتنتبهوا، احنا ما بننتبه، بس هم بيحاتون، ينتبهون، يشوفوا شو المشكله. فقدان، طبعا ليش؟ اما عنده فقدان شهيه، واكيد له اسبابه ولازم انه نبحثها علميا. الالتهابات الناتجة عن بعض الأمراض بتخلي إنه زي مثلاً التهاب بالأمعاء، التهاب بجدار المعدة، الريفلكس، هاي كلها بتأثر إنه هو ما يقدر يأكل بصورة صح. كيف العلاج؟ أول شيء في علاجات لإلها، نعمل الفحص الطبي أكيد، نتأكد إنه ما عندنا أي مرض أو أي سبب طبي، وبعد ذلك نرول منسير، بما إنه إحنا عرفنا ما في، من مثلاً استخدام الفول السوداني مع التوست بيزيد من القيمة الغذائية، صفار البيض، من بياض البيض بنزيده على العجل، يعني بنعمل تحركات تغذوية بحيث نحفز انهم هم ياكلوا الاكل اللي احنا بدنا اياه. بعض الوجبات اللي نحطها بين السناكس تكون خفيفة لهم. هلا ما قدرنا نوصل لهيك، في شغلة اسمها المكملات الغذائية اللي داعمة لزيادة الوزن لدى كبار السن، بتكون متوازنة بكميات صغيرة فيها سعرات حرارية مدروسة، بحيث إنها تعطيك وجبة خفيفة بين الوجبات تدعم زيادة الوزن بصورة صحية. كمان مشاكل المضغ والبلع، كتير من كبار السن عندهم صعوبة في البلع، وللأسف الشديد لا مستشفيات بتعملها كبروتوكول سي إنه يعملوا سكرينينج زي ديسفيجيا، صعوبة في البلع، وهي عندهم مشكلة أحياناً ما بيعرفوا يوصفوها، فبالتالي لازم إنه نوديهم على الطبيب حتى يتأكدوا إنه عندهم صورة البلع صحيحة. والمضغ أكيد الأسنان، يجب نعملهم فحص دوري للأسنان حتى نتأكد إنه هم بيمضغوا الأكل بصورة صحيحة، نطهيه بصورة صحيحة، نضيف بعض الصلصات حتى تكون طري، لكن صلصات صحية، نقطعها قطع صغيرة، نهرسها إذا اضطرينا، إذا ما عندهم أسنان طائم، عندهم التهاب في اللثة، وهكذا. يجب إني أبحث ما هو السبب. وايضا في حاله وجود صعوبه في شرب السوائل زي ما حكيت ديسفيجيا، يجب انه يكون في شغله اسمها ثيكنر بتدعم، بتخلي التكستشر تبع الاكل اللي بياخده شوي قابل للبلع، وهذا طبعا عن طريق الفيزيوثيرابيست هو اللي بيفحص. تغيرات في الجهاز الهضمي، بدي اتاكد انه هو عنده حرص على كميه كافيه من السوائل، اختيار الغذاء اللين او المضاف، اتاكد انه عم بيتناول بعض المخللات اللي ممكن تفتح نفسهم على الاكل، او شرائح الليمون على انها ما تكون مالحه لانه عاده بيكون عندهم ضغط. تحسين مذاق عن طريق مثلا نضيف الريحان، نضيف الزعتر البري، وهكذا بصير في ريحته شهيه، فبتفتح النفس لهم حتى انهم ياكلوا بصوره صح. ايضا من احدى المشاكل عندهم انخفاض، طبعا مع كبر السن بصير في عندنا انخفاض في حامض المعده، وهذا بيؤدي الى ايش؟
معظم كبار السن عندهم فقر دم وعندهم نقص فيتامين بي واحد، وبالتالي يجب أني أتأكد أنه بعد الفحوصات أني أعطيهم الأغذية اللي غنية بالفيتامينات بي 1، وأضيف الليمون مع الأكلات النباتية حتى أدعم امتصاص الحديد، وأتأكد أنهم على الأقل بياخذوا مرة في الأسبوع وجبة عالية بالحديد مثل كبدة الدجاج أو كبدة اللحم معمولة بطريقة صحية تساعدهم. أنه طبعا أكيد مع الأكل نقول لهم ما في قهوة ما شاي حتى الامتصاص يكون أسرع. كسل في المعدة أو تأخر في إفراغها والشبع المبكر، وكثير من كبار السن بيعانوا فيها، وهذا إحدى أكبر أسباب فقدان الوزن لديهم. هون بدنا ننصحهم، نعلمهم كيف يمضغوا الأكل بصورة صحيحة، بصورة بحيث أن نقطع لهم إياه بكمية صغيرة أو نعمل طري، وجبات frequent meals 6 لـ 8 وجبات في اليوم صغيرة، زيادة السعرات الحرارية بحيث أن نضيف مثلا زيت زيتون، بعض الصلصات، أو زي ما حكيت أنه نعطيهم بعض الوجبات اللي هي ما بين داعم يعني كداعم كمكمل غذائي حتى ندعمهم. الارتجاع المريئي وهو عبارة عن ارتجاع محتوى المعدة المريء بسبب ألم في منطقة الصدر، هم بعد الطبيب وبعد المراجعة ونعطيهم العلاج الطبي، بننصح أنه نعطيهم وجبات صغيرة متكررة بدل وجبة واحدة حتى نقدر نتأكد أنهم هم بيحصلوا على الكمية الكافية. نبعد عن أي شيء مثل الكافيين، الأشياء اللي فيها بتزيد من الحموضة، شوكولاتة، الثوم، البصل، الأشياء اللي ممكن أخصائي التغذية بيعرفوها كتير، بحيث أنهم هم يتأكدوا أنه هذا الإفراز أو هذا الارتجاع مسيطر عليه. الإمساك إحدى كمان أكبر المشاكل، قلة الحركة بسبب الإمساك، عدم تناول الألياف الكافية بسبب الإمساك. وهون بدي أتأكد أنهم عم بيشربوا مي كفاية وعم بياخذوا ألياف كفاية، وللأسف معظمهم ما بيكون لهم نفس ياخذوا الألياف عن طريق سلطة، إذا أخذوا السلطة شبع. وهون أنت قصرتي وأهملتي في باقي الـ 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 العناصر الغذائية، وهيك بصير في عنده نقص في الوزن. إذا أنا شو بعمل؟ في هلا ألياف ممكن تنضاف للأكل ما بتأثر على الطعم، يعني أخصائي التغذية ممكن يعمل موديفيكيشن بسيطة بحيث إنه يوصل للحل المثالي لكبير السن، وشرب أكيد كمية كافية من المي. الغازات، تجنب أي أطعمة فيها دسمة أو مشروبات غازية، عدم الاستلقاء بعد طعام، ومعظم كبار السن إذا بتلاحظوا بس يتغدى يتمدى، هذا خطأ، يجب أنه يتمشى شوي بحيث أنه ما يثقل على المعدة ويصير عنده ارتجاع، مضغ الطعام تماماً ومع إغلاق الفم، تجنب أو أي أطعمة زي البروكولي، الملفوف، كل هاي الأشياء اللي فيه بتعطيني غازات وبتأثر عليهم سلباً. أيضاً حساسية اللاكتوز، معظم كبار السن بيكون عندهم اللاكتوز، وبالتالي أنا بدي أتأكد أن أنا أعطيهم أي أطعمة خالية من اللاكتوز بعد ما أعمل تحليل وأتأكد، ومثل اللبن لأنه ما في لاكتيز، الأشياء الحليب الآن موجود كتير حليب بدون لاكتيز. زيادة الوزن يجب أن أتأكد أنه، وكمان من إحدى أكبر المشاكل عندنا، ما بيتحركوا، ما بياكلوا اكل فيه عالي بالالياف، ما في عندهم، بياكلوا الاكل ويخزن لان الطاقه تقريبا صفر، الحركه ما في، لازم اتاكد على الاقل اتمشى معاهم واشجعهم على التمشاي، استخدم الحبوب الكامله، اتاكد انه ما بياخذوا دهون دسمه، يعني اعمل كالوري ديدكشن بطريقه ذكيه حتى اني اتاكد انه انا كبير بالسن عم ينزل، ولكن بينزل بصوره صحيحه، حياخذ وقت. الجفاف، شرب المي كفاية، أتأكد أني أنا عم بأخذ الفواكه، لأنه الآن المثل يقول كل الماء وأشرب الطعام، كل الماء كيف؟ عن طريق الخضار والفواكه، وهون بامتصاص بكون أسرع، وأشرب الأكل أني أنا أمضغ الأكل بطريقة صحيحة بحيث أني أكسره وأستفيد من كل العناصر. تقرحات الفراش، أتأكد التغذية المتوازنة لإلها، وأتأكد أني أنا عم بعطي الحامض الأمين الأرجينين الموجود مكسرات حليب، ليش؟ لأنه بيساعد على تقلص التقرحات اللي موجودة، الأرجينين، الجوتامين، الاتش ام بيز، هاي كلها بتساعد على حمايتهم من التقرحات. والتوصيات الأخيرة، تناول فيتامين B12 عند 50 وما فوق، تناول فيتامين د، كلهم طبعا، كل الفيتامينات، أي سبلمنت بدها تنعطى، أي مكمل، يجب أن يتم الفحص أولا قبل ما أعطي أي شيء حتى ما يكون عندي خلل. تقليص الأملاح،
الملح اللي بياخذوه، الحرص على تناول الافطار، عدم تخطي الوجبات، اختيار اطعمه غنيه بالالياف، واكيد شرب الماء الكافي وتناول اطعمه قليله بالدهون. واتاكد لما بياكلوا برا البيت يكونوا معاهم حد اللي يعطيهم النصح بطريقه صحيحه. والسلام ختام. حاسبي ماراثون يا جماعه، سامحوني. يعطيك العافيه. اهلين، ما شاء الله عليك. على المحاضره القيمه حقيقه. يعني الآن في اهتمام وطني، في اهتمام عالمي بتغذية كبار السن. طبعاً أنا أتكلم بجزئيتنا إحنا، تغذية كبار السن. حقيقة التغير الفيزيولوجي اللي بيتم أثناء مراحل الحياة يتطلب تغيير في النمط الغذائي، لكن إحنا في عنا إشكالية كبيرة جداً إذا لم نغير إلى الطعام الصحي. يعني إحنا عايشين مثلاً في البيت في كبار سن، وبالتالي لا يوجد تغيير في النمط الغذائي، وبالتالي كبار السن سيعانوا. صحيح. ولذلك يجب أن نهتم بهذا الموضوع. طبعا في شيء مهم جدا من ناحية تغذوية، كل الإرشادات الغذائية العالمية المحلية تغذي زائد نشاط رياضي. صحيح. تغذي زائد نشاط رياضي. يعني إحنا عندنا الواحد بس يكون عمره فوق الستين بقول له خلص اقعد في البيت لا تتحركش. لا، حقيقة النشاط الرياضي مهم جدا زي ما سمعنا اليوم بالمحاضرات، بحيث أنه الإنسان يجب أن يكون نشط. في ناس بتبدأ تتراجع بتغذيتها، لكن حقيقة كبار السن يحتاجوا إلى السعرات الحرارية، يحتاجوا إلى البروتينات الفيتامينات للحفاظ على عضلاتهم. شكرا دكتورة وفاء عايش. شكرا. الآن نيجي مع الدكتورة وفاء، دكتورة فرح نجا، لإعطاء المحاضرة. تفضلي دكتورة فرح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يعني حقيقة صعب ضيف على اللي نقال الصبح، حقيقة اللي نقال عن التغذية السليمة والحركة والنشاط البدني. رح حاول نضيف على اللي نقال. نحن ليش هون اليوم؟ Why are we here؟ شو عنواننا اليوم؟ لوين رايحين اليوم؟ صحتي. فنحن رايحين برحلة اليوم، حناخدكم انتوا قاعدين على اماكنكم برحلة نحو صحتي، نحو هيلثي. وهي الرحلة فيها بامبس مثل ما شايفين الطريق، الرحلة مش سموذ، الرحلة فيها عدة بامبس اللي حنمرق فيهم اليوم. فنحن عندنا هدف مثل ما قالت الدكتورة عفراء، نحن عندنا هدف اللي هو صحتي، وحنشوف الخطة اللي حنوصل فيها نحو الهدف. أول شيء إذا بدي أوصل على صحتي، السؤال الأول ماذا أعاني؟ ماذا تعاني صحتي؟ فبدي أطلع شو هني الأمراض اللي نحن منتعرض لها. ودكتور أيوب شرح لنا بالضبط شو هي الأمراض اللي عم نتعرض لها بهالبلدين، خصوصاً بدولة الإمارات العربية. نحن نتعرض لنسب عالية جداً من الأمراض الغير معدية، سواء كان الكارديوفاسكولر، أمراض القلب، أمراض السرطان، أمراض الديابيتس، أمراض الهايبرتنشن. هيدي هي هلأ تحدي. شو هي الأسباب لهالأمراض؟ كمان تعرض لها دكتور أيوب وفرجينا أنه نحن بالإمارات بينما العالم عنده 20-25% من هالأمراض، نحن عنا إياها بالبلد 40%. سو جلوبلي عنا إياها 20، بالبلد عنا إياها 40%. سو هون عنا مخاطر. هي مرض السكري في العالم 8.8%، بالإمارات 20. سو هون بدنا نفتح عيوننا عليه. الاوبيسيتي عنا اياها بالامارات عاليه، خصوصا امونج الادوليسنس، وبتخوفنا نحن السمنه عند الادوليسنس. سوداء الشاشه، سوداء ولا انا شايفتها سوداء؟ سوداء. هو الواقع بشع. الواقع مثل ما شفناه شوي صعب، عنا تحديات، عنا كانسر، عنا دايابيتس، عندنا كارديوفاسكولر، فالوضع شوي أسوأ، بس أسود. ولكن أنا جاية هون مش حتى نحط هيدا السواد، أنا جاية اليوم لحتى قلكن في عنا باقة أو نافذة أمل بهيدا السواد، اللي هو إنه هاي الأمراض ممكن الحماية منها. صحيح هاي الأمراض عم تزيد،
صحيح هاي الأمراض عم تاخذ منا حياة، ولكن هاي الأمراض فينا نحمي منها بطرق معينة. فإذا بدي حط الخطة، أول شيء بدي أحمي من هالأمراض، أول خطوة أو أول ستوب على هالطريق هي الحماية من هذه الأمراض المزمنة. إذا بدي أحمي منها بدي أعرف شو هن الريسك تبعها، شو هي مخاطرها. مخاطرها هو تقدم العمر، يا ريت فيني أرجع بالعمر، يا ريت فينا نرجع بالعمر، ولكن صعب شوي. اللي فيني غيره هو اللي عم ينقال من الصبح، اللي هو الأكل والحركة. WHO حطت خطة، دكتور أيوب فرجينا إياها الخطة كيف كانت مشان الأكل ومشان الخطة البدنية. فنكست ستوب دايت اند لايف ستايل. So this is our next stop on our trip. دايت. معلش كل واحد فيكم هلا يفتح الواتساب بلاقي مليون مسج عنده شو لازم تاكل. كل هاي، اوعى تاكل هاي، كل الصبح، كل المساء. شرب مع الاكل، ما تشرب مع الاكل. ففي ناس بتحلف بالسمك، سمك هو الحل. في ناس بتحلف بالخضره، بالفواكه، اوعى تاكل لحمه، اوعى تاكل سويت. وبعدين بس اذا بنحطهم مع بعض هدول بيطلع عندي شيء اسمه الميترينيان دايت، اللي هو الحمية بلاد الأبيض، بلاد البحر الأبيض المتوسط، أو الحمية المتوسطية. هي حقيقة كلمة very fancy، كلمة هيك بنسميها a sexy word، ميترينيان دايت. بس معلش هي التبولة، هي الحمص بطحينة، هي الورق عنب، هي الملوخية، هي المجدرة، هي المحاشي. ما عم نزيد القبلية كرمال الغداء. So, صحيح هي كلمة Mediterranean diet it's a big word، بس هي أكلنا، بس هي الأكل اللي نحن عم ناكله يوميا. صح حقيقة أنا ما تعدوا سنين، بس أنا صار لي زمان عم بتطلع عليه هيدا الدايت وشوف شو علاقته مع الأمراض. فسنين وسنين ومرقت وأبحاث وأبحاث وأبحاث، طلع عندي نمطين نحن عم نتاكله، يا اما اكل غربي يا اما اكل حميه الميترينيان. ما حزهقكم وما ح I will not bore you بالافيدنس، ولكن كل الابحاث اللي انا عملتها مع فريق علمي كبير من الجامعه الامريكيه في بيروت وكفيناها هون، انه الميترينيان دايت يحمي من السكر، يحمي من الاوبيسيتي، يحمي من الكانسر، يحمي من الميتابوليك سيندروم. هذه هي السمري، ميترينيان دايت يحمي، بينما الاكل الغربي يزيد من نسبه الاصابه. فنحن صراحه مش انا بس اللي لقيت هذا الموضوع، الميترينيان دايت اكوردينج حتى بالنيوز بالسي ان ان طلع الحمية رقم واحد بكل النيوز لحديث عام 2022. الميترينيان دايت حمية رقم واحد. فنحن كيفنا عال، خلصت القصة، ضبوا ليمكن، والنكست ستيب هي الميترينيان دايت. وكنا كثير سعيدين إلى أن غيروا يا دكتورة عفراء الهدف. كنا رايحين نحو هيلثي، بعدين قالوا لنا لا 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 لا، مش هيلثي اللي رايحين عليه، بدنا نروح على محل ثاني. جاهزين؟ سستينبل. مش بكفي أنا وإنتي نكون هيلثي، لازم أولادنا يقدروا يكونوا هيلثي، لازم أحفادنا إن شاء الله يكونوا هيلثي. سو غيروا لنا الوجهة، قلنا يلا ليتس باك ونغير الوجهة ونشوف. يا جماعة الأكل اللي عم ناكله بيأثر على البيئة اللي حوالينا. يعني حأعطيكم مثل بسيط، الهامبرجر لتوصل لعندك على الطاولة بدها 2400 لتر مي، بين زراعة وبين الماشية وبين 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 لتوصل لعندك. انت استهلكتي 2400 لتر مي من البيئة، بينما صحن السلطة 100 لتر مي. It's your choice. So قلنا يلا خلينا نعمل بحث بدولة الإمارات مع الدكتورة ليلى ومع زملاء من جامعة الإمارات، وعملنا بحث عن قديش بالإمارات عم يلتزموا بالحمية المتوسطية وقديش عم يستهلكوا مي بأكلهم.
عملنا دراسة طويلة بين عندي الالتزام محدود، والمشكلة بالالتزام بالحملة المتوسطية هي زيت الزيتون. يا جماعة زيت الزيتون طيب هون، ما بعرف ليش ما عندي consumption. البقوليات ما بيتاكلوا كتير، كما أنه الفش يعني عندكم أطيب همور بالدنيا، ليش ما عم يتاكل كمان؟ فهيدي هي نتائج الدراسة. بيّن عندي أنه بالإمارات الفرد بيستهلك 3140 لتر مي بالنهار أكله. بالأنرجي أور بالجرين هاوس غازز كل individual عنده 6.14، أعلى من الجلوبال 6.14 كيلوز أوف جرين هاوس غازز. بالأنرجي كمان أعلى. So recommendation يا جماعة، رح أختم فيها recommendation، أني علي التزامي بالحملة المتوسطية. هيدي منا لحالة رح توطيلي الـ environmental footprints، حتوطيلي الـ greenhouse gas، حتوطيلي الـ water consumption due to food، حتعطيني قلب أحسن، حتخلي my planet better. Guys, we don't have planet B. Plan B, we don't have. It's only plan A that we have. So هاي الأرض اللي عنا إياها بدنا إياها داين لألنا ولولادنا ولولاد ولادنا. So a Mediterranean diet for a better human health and better planet health. حلوين؟ حلوين هالقرارات وهالريسيرش؟ locked. هالقرارات locked. They are locked in this room. They are locked in my boring research. أنا أبحاثي هي أوراق جداً boring، محطوطة بجوارير عميقة جداً. ولكن لحتى نفك هيدا اللوك عن هالأبحاث وعن هالمعلومات، في only one way to do it، اللي هو نعمل recommendation. وهيدا دور الـ SCFA أو المجلس الأسرة بالشارقة، اللي هو عم ياخذ منا الأبحاث وعم يطلقها، عم يعطيها لسان، عم يعطيها أيادي لحتى تمس الكوميونتي. فبدنا كوميونتي، بدنا بوليسي ميكينج، بدنا أويرنس، بابليك برايفت بارتنرشيب. وأنا حسمحوا لي أختم بقول لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: نغرس قيم الاستدامة البيئية لنرى ثمارها في أجيال المستقبل. نحن ما عم نشتغل لليوم، نحن ما هون اليوم لألي ولألك، نحن اليوم هون لألي ولألك ولأولادنا. شكرا. Excellent. شكرا دكتورة فرح على المحاضرة القيمة. حقيقة الأنماط الغذائية الصحية سهلة الكلام، صعوبة المنال. يعني في البيت وإذا كان في فئة شباب متعددين، يعني أعتقد إذا كان في ديمقراطية لا يصلوا إلى حل إطلاقا. فناس بدها توكل وناس بدها توكل صحي، وبالتالي الأكل الغذاء الصحي، الوجبات الصحية، يجب أن يكون في التزام داخلي نفسي حتى نطبق هذه الأنماط ونعيش حياة صحية. شكرا جزيلا دكتورة فرح مرة أخرى. نيجي على الدكتورة هديل علي الغزاوي، تفضلي. يعطيكم العافية. يس أوكي. هلا أنا بدي أبدأ من حيث انتهى دكتور هاشم، وبدنا نعمل حركات التململ عشان أنا بدي أحكي شوية رياضة، فبدنا نوقف شوي عشان نحرك الدم عشان نعمل حركات التململ. صح؟ صحيح. مش هي هيك يا دكتور؟ حنحرق ال 500 حنحرق ال 500 كالوري، لانه بالضبط. لا يعني بدنا نتفق على اتفاق. شكرا للكل، وشكرا لزميلاتي سابقا وللجامعه، انها فعلا بدانا ننقل زي ما حكت الدكتوره، ننقلها من مكاتبنا وننقلها من الريسيرش بيز. يو كان سيت خلاص، بس 3 ثواني والدكتور قال تململ. بس على بدنا نحن نرد عليه استاذنا دكتور هاشم. يعطيكم ألف عافية. معكم أنا دكتورة هديل غزاوي من الجامعة الأردنية،
وفخورة أني الحمد لله جاي من الجامعة اللي كثير من زملائنا هون هم خريجين الجامعة الأردنية قسم التغذية. اللي اليوم بدنا نحكي فيه على موضوع القصة قصيرة حزينة. بدي أحكي قصة قصيرة حزينة. واحد بده يعمل دايت، بده ينزل وزنه، بده ينحف لأنه السمنة لا طريق به زي ما قالت الدكتورة كوثر. بده ينزل وزنه، فبيقوم ما بياكل، بيصوم، بينحف شوي، بيجوع أكتر، بيرجع بياكل، وهكذا اليو يو دايت. فهي هاي قصة قصيرة حزينة. هلأ اللي أحزن منها إنه أنا حتى لما ينزل هذا الوزن بيكون عم بينزل من الكتلة العضلية، فأنا لسه برجع بيكون عم بيزيد عندي هرمونات الجوع أكتر فيما بعد. الفكرة اللي نتفق عليها نحن إنه الإنسان الذي يعاني من البدانة هو الإنسان الذي يعاني من زيادة بالكتلة الدهنية. يعني أنا لو كان وزني 100 كيلوغرام وعندي 80 كيلوغرام عضل، I'm not obese، أنا لست أعاني من السمنة. وكثير عنا نحن رياضيين عندهم هاي الكونسبت. الإنسان الذي يعاني من نقص الوزن هو إنسان عنده نقص بالكتلة العضلية. فبدنا كثير نفرق إنه it's not about، يعني هي الإشي مو بالميزان، هي الفكرة بإيش عندي كتلة عضلية. هلأ أحد أسباب Yes. Okay. لا, this is not mine. Yes. This is not mine, by the way. Anyway. Okay. أحد أسباب بقائنا العرق الإنساني لغاية هلا إنه نحن عنا الجين اللي بنمي الخلية الدهنية أكثر من الخلية العضلية، لأنه باعتبار إنه الإنسان إنسان الكهف القديم كان يتخبى عن طريق يتخبى من المجهود اللي خارجي، فيربي عنده خلايا دهنية عشان تخليه يقدر يصوم فترة أطول. هلأ بالمقابل الخلايا الدهنية هاي بتعطيني هرمون الشبع اللي هو الليبتين. فعشان هيك المفروض إنه أنا لما أكون إنسان بدين فعندي هرمون الليبتين عالي. يس أوكي، أنا عندي هرمون الليبتين عالي، فذيرفور أنا لا أشعر بالشبع لأنه أنا عندي مخزون. ولكن القصة القصيرة الحزينة هلأ رح تطول أكثر، كان الإنسان يتخبى بس كان يتحرك، فعشان كان يضل شبعان ويضل مقاوم. بس أنا هلأ أنا إنسان بدين ولكنني جالس، فعملياً الليبتين ما عم بيعمل، عم بيكون يعني بيكون الريزيستنس عند الشخص البدين، فهو للأسف هو عنده خلايا دهنية وعنده هرمون الشبع اللي هو الليبتين ولكنه جائع. فمع الوقت بيصير بيجوع أكتر، بيصير هرمون الجريلين اللي عم بيفرز اللي هو هرمون الجوع، فبيصير بياكل أكتر. فبيكون هو عنده ليبتين هرمون الشبع عالي ولكنه مش حساس لإله، وبالمقابل هرمون الجوع هو اللي محفز. كيف بدي أعطي ختام لهاي القصة الحزينة بحيث إنها تتحول لقصة سعيدة؟ الحركة، الفيزيكال اكتيفيتي. هلا اغلب اوكي نحن في عنا نوعين من انواع الحركة وكلياتنا بنعرف اكيد، اللي هي الحركات الهوائية والحركات اللا هوائية، او بنسميها نحن الايروبيك والان ايروبيك. لقيت الدراسات كثير لغاية حتى يعني في ابحاث طلعت بسنة 2022 انه اغلب طبعا كان في معتقد خاطئ زمان انه انا اذا بدي انحف بعمل بس ايروبيك and that's it full stop. غلط، بدي اكمل. انا اذا بدي انحف انا I need to promote او اني انا انشط الكتلة العضلية عشان بعدين تعمل لي sustainability. sustainability هي المحور، الفكرة مش بس اني اوصل للهدف and that's it، انا لازم لبعدين اكمل انه انا لما يطلع عندي شوي هرمون الشبع في عندي عضلات تقول له لا تطلع كتير، نحن بدنا نتحرك ولسه نحن بدنا نقاوم هذه السمنة. فعمليا الابحاث بتقول انه هرمونات الشبع، هرمونات الشبع طبعا نحن في عندنا كثير هرمونات ما راح افوت هلا بالبايوكيمستري، واحد منهم اللي هو واحد يعني في عندي هرمونات تفرز من المعده وفي عندي هرمونات تفرز لما الاكل يوصل على الامعاء. لما الاكل يوصل على الامعاء وانا اشبع اسمه هرمون شبع. اذا انا بدي اوصل لهذا الهرمون بدون هذا الاكل انا I need to do an exercise. فاذا هي اما انك تاكل وتوصل اكلك لغايه الامعاء عمليات الهضم، او سمبلي اعمل شويه رياضه.
هلا الرياضة هاي على الأغلب كانت أكثر رياضات بتزيد من هرمونات الشبع وبتخلي الإنسان قادر إنه يقاوم يعني لهفة الجوع هي الألعاب المقاومة، وهي اللي بتزيد من حساسية السكر عند بالجسم، وهي اللي بتقلل من هجمة الإنسولين، احنا بنسميها البيك تبعت الإنسولين بنغطيه. في هلا علم جديد اسمه هاو كان يو كفر ذا انسولين، كيف فينك تغطي هالشجر مع الانسولين، بحس لانه بنعرف نحن انسولين سكر في خير في تخزين. انا اذا ما بدي الانسولين يعلى والسكر يعلى، انا سيمبلي بعمل بعض الحركات الرياضيه اللي تعتمد على قوه حركيه، يعني بنسميها نحن ريزيستنس اكسرسايز، عشان هذا السكر يروح لهي العضله فمع هرمونات الشبع تبعك. فانت بعد الاكسرسايز مباشرة بيكون في عندك إحساس بالشبع، غير طبعا إحساسك بالسعادة لأنه السيروتونين والأدرينالين، يعني في عنا جملة من الهرمونات التي تفرز. فبعد الإكسرسايز حتى لو كان تململ باي ذا واي، يعني حتى لو كنت طلعت على الدرج سريع ونزلت سريع، قمت طبخت، وهذا اللي بصير بكثير من النساء لما نحن بنطبخ بتقول لك أنا لأني طبخت شبعت، لا لأنك تحركتي. وبالميتابوليك اكويفالنت باي ذا واي اللي هي معامل يعني اللي هو بديل الطاقة، أحيانا الطبيخ بيكون 3 أضعاف البيزل ميتابوليك ريت، يعني كأنه الصبية أو الأم، يعني في حتى مرة حسبناها أنا وطلابي طلعت كأنها إذا بتطبخ ساعة ونص اللي هي طبخ رمضان بتحرق حوالي 200 كيلو كالوري تريد ميل، حسبناها بالورقة أو بالقلم وحسبناها على الفي أو تو. فإذا عمليات التململ، عمليات الحركة اليومية، أنا إذا يعني بدنا نقول الحركات اللي هي نون إكسرسايز بترفع من هرمونات الشبع، وهذا بيصير فينا نحن كعاملين وعاملات. أنت بيومك ما بتحس كتير بالجوع، أمتى بتجوع؟ لما تقعد، فبتقول أنا صح اليوم مش آكل، هرمونات الجوع بلشت اشتغلت عندك، لأنه الحركة حركة العضلة أصلاً هي بتخليك تشعر دائماً بثبات شهيتك للأكل. فإذاً أنا إذا بدي أنهي هالقصة الحزينة، هي الفكرة إنه أنا لما في دراسة طلعت بتقول إنه الصيام مع الرياضة بتتحكم تحكم قوي بهرمونات الجوع والشبع، بتعمل لها بالانسينج. نحن أول يوم برمضان كتير منضوج بسبب إنه السكر والجلوكاجون and so on. تاني يوم ثالث يوم بالعيد أصلاً ما حدا فينا بيقدر يأكل لأنه تحكمنا بهرمونات الجوع والشبع اللي عندنا. هل هذا يعني انه احنا نصوم؟ لا، انا مثلا مش من لا استغفر الله مو قصدي يعني قصدي هل نقوم بالانترميتنج فاستنج اللي هو الصيام المتقطع فقط؟ لا، بنقول دائما اي برنامج غذائي لازم يصاحبه حركه رياضيه عشان اقدر اوصل لنهايه سعيده بهاي القصه. يعني انا اذا عملت حميه غذائيه لحالها للاسف راح العب بالبادي كومبوزيشن عندي، يعني لا تتوقع انك رح تبني عضل بس لانك عم تاخذ بروتين شيك. كلياتنا غذائيين هون تغذويين بنعرف انه احنا اي اكسترا كالوري ات ويل بي كونفرتد تو فات اف يو دونت بوت اني ايفورت اون ات. فذيرفور انا اذا بدي اعمل اي حميه غذائيه انا لازم اصاحبها بحركات رياضيه، علشان هاي الحركه الرياضيه تقدر تتحكم لك بهرمونات الجوع والشبع، وخاصه هرمونات الجوع والشبع طويلة الأمد، لأنه الدراسة بتقول بال 2022 إنه بعض أنواع الرياضات زي الريزيستنس اكسرسايز الان ايروبيك اكسرسايز ممكن يقعد مستوى الشبع هرمونات الشبع مرتفعة ل 36 ساعة بعد انتهائك من الرياضة. فذيرفور أنا إذا بدنا ننهي هاي القصة بدنا نقول إنه الرياضة مو بس اني انا اروح على الجيم او اروح على تريد ميل او اني اسجل بنادي، الرياضه هي حركتي اليوميه، يعني انا اذا بطلع على هذا الدرج وبنزل ها هي عباره عن المشين، اذا انا بعمل حركاتي اليوميه ها هي المشين، اذا بروح بصف سيارتي بعيد وبنزل ها هي حركاتي اليوميه. فنحن وي نيد تو بروموت اكثر حركات رياضيه، بنضل بس نقولها بالمؤتمرات وبالاحاديث العلميه، لازم فعلا يصير الموضوع على ارض الواقع. اشكركم على الوقت. شكرا. كويس، يعني كله ما شاء الله على الوقت. شكرا للدكتورة هدي الغزاوي على المحاضرة. أعتقد يعني النظم الغذائية الإرشادات الغذائية دائما بتكون فيها رياضة ملازمة، زي ما تفضلتي يعني الرياضة مش شرط أنه تكون في الجيم وإنما في البيت. يعني أنا بغسل سيارتي الصراحة كل يوم أو يوم بعد يوم، ففي زملائي اللي بيشوفوني بيقولوا لي يعني هي 10 درهم
يعني مش هي حقيقة مش في الفلوس وإنما في الرياضة، وبالتالي إحنا نجد المكان في الحوج وبالبيت نلعب رياضة لأنه تكون متلازمة مع الغذاء الصحي المتوازن، هذا مهم جدا. شكرا مرة أخرى. هو في أنواع رياضة إذا بحبوا تجوجلت، في أنواع رياضة مكتبية يعني وانت قاعد على المكتب تكون عم تعمل الرياضه أيوة تبعتك في الطائره وفي الامور. تمام، شكرا للدكتوره هديل. مره اخرى سؤال كان عم بيحكي عن دكتور اسامه. لا ما هو طيب الان نختم هذه الجلسه الحواريه وختامها مسك ان شاء الله مع الاستاذه أريج السعد. تفضلي دكتوره أريج. مساء الخير جميعا. في البداية أحب والشكر واجب قبل البدء، يعني قبل العشر دقائق قبل البدء أحب أشكر نيابة عن نفسي ونيابة عن جمعية أصدقاء الصحة راعي المؤتمر سمو الشيخة جواهر القاسمي وإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجامعة الشارقة على الدعوة الكريمة وعلى تنظيم مثل هاي المؤتمر. محاضرتي صراحة هي تستهدف المجتمع، فإن شاء الله في النهاية يكون هناك خطوات عملية تمارسونها وتساعدكم على النزول التدريجي للوزن. دائماً أثناء نزول الوزن نبحث عن الأنظمة، ودكتور جوجل وإنستغرام لاعبين دور، نبحث عن الأنظمة السريعة والوعود والأهداف الوهمية. يجب في رحلة نزول الوزن أن نضع أهداف واقعية ونبحث عن الحقائق. الهدف من نزول الوزن هو خسارة الكتلة الدهنية مع أقل خسارة ممكنة للكتلة العضلية. وجود الكتلة العضلية والمحافظة على الكتلة العضلية يؤدي إلى الاستمرارية في عملية الحرق ويجنبنا ما يسمى ثبات الوزن أو البلاتو بعد فترة من ممارسة الحمية الغذائية. أيضاً هناك نقطة جداً مهمة، لما يسأل الشخص أو الشخص يسأل أخصائي التغذية عن النزول المثالي دائماً يكون النزول المثالي كم كيلو راح تنزل؟ هو النزول الصحيح معدل نص كيلو لكيلو في الأسبوع راح يؤدي إلى في الأسبوع يعني على مدى شهر راح يؤدي إلى خسارة 3 إلى 4 كيلو. المريض يستغرب في أغلب الأوقات يقول بس نص كيلو دهون في الجسم يخزن 3500 سعرة حرارية. فتتكلم عن سعرات حرارية كبيرة في النص كيلو. أيضاً هناك حقيقة جداً مهمة يجب أن ندركها، علشان أخسر 500 سعرة حرارية يجب من الدهون 500 عشان أخسر نص كيلو دهون هذا يتطلب خسارة 500 سعرة حرارية على مدى أسبوع على أساس أوصل لي 3500 سعرة حرارية. الكيلو دهون في الجسم يخزن فوق 7700 سعرة حرارية، فأيضاً يتطلب خسارة 1000 سعرة حرارية. القاعدة تقول هو مهم جدا تقليل السعرات الحرارية معدل 500 سعرة حرارية ل1000 سعرة حرارية. هناك بعض التوصيات أن نكون وسط 750 من معدل استهلاك الفرد. بمعنى آخر معدل استهلاكي اليومي يختلف عن معدل استهلاك جاري، فالوصفة الغذائية اللي راح تعد لي ما راح تفيد جاري. فيجب مهم جدا مراعاة نقطة جدا مهمة، إن النظام الغذائي الناجح هو اللي تماشى مع احتياج الفرد مع معدل الطاقة الأساسي للفرد وأيضاً يتماشى مع العادات والسلوكيات الغذائية للمجتمع، الحركة إذا الشخص رياضي غير رياضي يتحرك والحالة الصحية. فللبدء مهم جداً أن احنا ندرك حقيقة أن النزول أن مهم جداً تجزئة الأهداف، وإحنا نتكلم عن 5 إلى 10% من الوزن الفعلي خلال 3 إلى 6 شهور يضمن لي الاستمرارية ويضمن أيضاً تحقيق الأهداف الصحية الوقاية من أمراض القلب، ضبط معدلات
السكر في الدم. وهناك أيضا توصيات أن حتى نزول ما بين 1 إلى 3% من الوزن الفعلي في الشهر أيضا يعتبر ضمن النطاق، من تعتبر من ضمن الآخر توصيات لنزول الوزن. أيضا أثناء ممارسة الرياضة من الأمور راح ندركها أن الشخص لما يوقف على الميزان ما راح ينزل بسرعة، راح يشوف نفسه مع البدء بالنظام الغذائي ومع الرياضة، خصوصا لما مع بدء تمارين الشدة والمقاومة راح يحبط لما يشوف وزنه على الميزان ثابت. مهم جدا ان احنا ما نعتمد بس الميزان لتقدير خساره الوزن، مهم ايضا نعتبر محيط الخصر لتقدير خساره الوزن. ودائما هناك نسبه وضعت حوالي 1 سم لـ 4 سم في الشهر، فاذا شفت وزنك ثابت فلا تتضايق من على الميزان، قيس محيط الخصر لانه هو المؤشر لتراكم الدهون، 60% من الدهون تخزن في منطقه البطن. قبل أن نبتدي الطرق العملية لتقليل، أنا ذكرتها فراح سكيب السلايد. البعض يشكك هل المجموعات الغذائية أو النظام الغذائي المتكامل راح يحقق لي الإحساس بالشبع لفترات طويلة. في أحد الدراسات أجريت على أكثر من 700 شخص تبين إن الأشخاص، كانت مقارنة ما بين أشخاص يتناولون وجبات كاملة وأشخاص يتناولون وجبات غير متكاملة، نسبة الشبع لدى الأشخاص اللي يتناولون وجبة غذائية متكاملة وصلت نسبة 80%. فمهم التنوع ومهم التكامل. إذا من الأمور المهمة بعض السلوكيات اللي إحنا لو طبقناها راح تساهم في تعزيز الإحساس بالشبع. أولاً، لو الأسئلة الأغلب هل أنت على علم ودراية بكميات الأكل الفعلية اللي أنت تتناولها في الوجبة، راح تكون الإجابة الأغلب لا. البعض لا يدرك هو كم يأكل، كميات الأكل اللي هو يأكلها في الوجبات الرئيسية. فلذلك مهم قبل البدء بالنظام الغذائي ورقة تدون فيها الكميات اللي تم تناولها في الوجبات الرئيسية، والعمل على تقليل نصف الكمية اللي الفعلية اللي يتناولها الشخص، راح تساعد على نزول الوزن. ايضا مهم جدا عمل بعض الخطوات قبل البدء ب او 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 مع تقليل الكميه، شرب 2 كوب ماء قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه يساهم في تعزيز الاحساس بالشبع. الماء ايضا يساعد في رفع معدل او يدخل في عمليه حرق الدهون اللايبوليسز، فبالتالي يحولها الى احماض امينيه ومصدر الى الطاقه. ايضا من الامور المهمه اللي احنا يجب ان ندركها ان عملية المضغ جدا مهمة، وفي دراسة اجريت على اكثر من 30 رجل وكانت مقارنة ما بين اشخاص يمضغون الطعام 15 مرة واشخاص يمضغون الطعام 30 مرة واكثر، تبين ان هؤلاء اللي يمضغون الطعام لفترات طويلة تكون لديهم نسبة هرمونات الشبع اعلى من الاشخاص اللي يتناولون اللي يمضغون الطعام بمرات اقل. طبعا مهم جدا ان ندرك ان ايضا الجسم او الدماغ عشان يوصل الاحساس بالشبع يحتاج 20 دقيقه. فتناول الطعام بالبطء وتصغير اللقمه راح ايضا يؤدي الى تعزيز الاحساس بالشبع على كميات اكل اقل. ايضا عدم التركيز في تناول الوجبه. الاغلب يتناول الوجبه يا امام التلفزيون يا امام الايباد يا امام اللابتوب. مهم جدا التركيز اثناء تناول الوجبه لان البعض قد لا يشعر انه هو وصل لمرحله الشبع لانه يكون مركز في مشاهده التلفزيون او مركز في امور اخرى غير الطعام. مهم جدا الانتظام في تناول الوجبات الرئيسيه خصوصا في بدايه النظام الغذائي. مهم جدا ان الانتظام في تناول الوجبات الرئيسيه واللي هي تكون متكامله في مجموعاتها الغذائيه راح تقلل الاحساس بالجوع لفترات طويله، كما ان هي تقلل من السناكس او تناول الوجبات الخفيفه بين الوجبات اللي في الاغلب تكون خيارات غير صحيه. حذف وجبه الفطور، مهم جدا تناول وجبة فطور صحية. في دراسة مرجعية أجريت على أو تجميع لتسع دراسات تبين في أن الأشخاص اللي يتخطون وجبة الفطور بمعدل 3 مرات في الأسبوع أو أكثر تكون لديهم قابلية للإصابة بالسمنة بنسبة 11%
مقارنة بالأشخاص اللي يتخطون وجبة الفطور في حدود مرتين أو أقل. التنوع، التنوع في المجموعات الغذائية من الأمور المهمة اللي يجب أن نحرص عليها. أولاً الكربوهيدرات، يجب اختيار الكربوهيدرات. الكربوهيدرات نوعين، هناك كربوهيدرات بسيطة اللي هي عبارة عن السكريات والحلويات. السكر يجر سكر لسبب بسيط، السكر راح يؤدي إلى رفع نسبة هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين راح يثبط من عمل هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، فالشخص لن يصل إلى حالة الشبع بسبب أن نسبة الأنسولين جدا مرتفعة تكون في الدم. أيضا من الأمور المهمة اللي يجب أن احنا نراعيها أن أيضا أن اختيار الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، الخضار، الأوراق الخضراء، بالإضافة إلى الكربوهيدرات اللي تشمل منتجات القمح الكامل، الحبوب الكاملة، لأن راح تعمل عكس مفعول السكريات والحلويات، راح تحافظ على مستوى الأنسولين مستقر في الدم، فبالتالي تشكل مصدر ثابت للطاقة، فبالتالي راح تحسن من أداء هرمون الشبع اللي هو الليبتين. أيضا راح تزيد من إفراز هرمونات الشبع الأخرى مثل GLP وغيرها. أيضا راح تقلل من حركة الأمعاء، فبالتالي راح تعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة. من الأمور المهمة أيضا اختيار الدهون الصحية، إضافة الدهون الصحية، حين نتجنب الدهون المشبعة مثل الزبدة وغيرها، لكن نتوجه أكثر إلى الدهون النباتية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، تساعد في تعزيز الإحساس بالشبع عن طريق تقليل من سرعة امتصاص الكربوهيدرات، فتحافظ على مستوى السكر والأنسولين ثابت، فيشعر الشخص بالشبع لفترات طويلة. نسيت أذكر نقطة مهمة على البروتين. البروتين من الأمور اللي جداً مهمة اللي يجب أن احنا ندمجها في نظامنا الغذائي وتكون موجودة في كل وجبة. البروتينات تعمل على تقليل من نسبة هرمون الجوع الجرلين ورفع نسبة هرمونات الشبع. هضم البروتين، لأن عمليات الهضم أيضا ترفع من معدل الحرق في الجسم. هضم البروتين يرفع الحرق بنسبة 20-30% مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. في دراسات جديدة أجريت بأن الأشخاص اللي يتناولون وجبة صحية تحتوي على 20% من مكوناتها من البروتين تقل عندهم ما يسمى بالنهم الليلي أو الأكل في نص الليل، وحتى تقل ما يسمى بعدد مرات السناك أو الوجبات الخفيفة اللي يتم تناولها في الوجبة. يعطيكم العافية. يعافيك. تفضلي. شكرا للأستاذة أريج سعد. نعم. ما شاء الله عليكم. من ناحية ملتزمين، من ناحية تغذوية. تمام. مشكورة أستاذة أريج السعد على المحاضرة. حقيقة المحاضرات تثري معلوماتنا من ناحية تغذوية، بس في عندي أنا استفسار بسيط، يعني نقصان وزن، غذاء صحي متوازن، يعني يجب أن أسأل نفسي أولا أين أنا أقف من وزني، لأنه إحنا ممكن نحدد بثلاث: يا إما أنا عندي وزن مناسب على حسب مؤشر كتلة الجسم BMI، أو زيادة وزن، سمنة، أو يعني قليل الوزن، نحيف. وبالتالي بناء على هذه المعلومات ممكن أنا أخطط لإنقاص الوزن أو زيادة الوزن. مهم جدا. أنا بشكركم مرة أخرى على هذه المحاضرات القيمة. في عنا أسئلة هنا. سؤال، أنا راح أبدأ بسؤال دكتورة العنود المرزوقي. What is SSP؟ أعتقد لا. Or TFA. Syntaxes. Trans fatty acid. Sweetened beverages. هو syntaxes للsweetened beverages. نعم. اللي هي الضرائب للمشروبات الغازية أو المحلاة. والترانس فاتي أسيد اللي هي الدهون المتحولة. نعم، ترانس فاتي أسيد، الدهون المهدرجة المتحولة. تمام، هاي بتأشر لك. تمام. نعم. في عنا سؤال للدكتورة وفاء عايش: ما هو دور أخصائي العلاج الطبيعي في مساعدتكم مع مشاكل البلع عند كبار السن؟ أوكي، يتم عمل فحص
بيعطوا سائل بحيث انه يدخلوا يشوفوا كيف طريقة البلع وهل هي طريقة البلع سليمة، وهون ببين عندهم بطريقة الفحص بيكون لونه أخضر، فبيبين مسار السوائل أو الأكل عن طريق الفحص هذا. فالعلاج الطبيعي بداية بيحاولوا يعطوا بعض الاكسرسايزز أو التمارين اللي تساعد على شد المناطق هاي، إضافة إلى ضرورة طبعاً إذا طلعت عندهم المشكلة الأساس بيكون دور أخصائي التغذية والطبيب، بحيث إنه يجب إنه يتغير كل طريقة الطعام، بحيث إنه نضاف السكن أب اللي شو بسموها بالعربي السكن أب، يعني اللي بتزيد الكثافة الكثافة الأكل، بحيث يكون أيوة بيكون البلع عندهم يتناسب مع الحالة تبعتهم الديسفيجيا أو صعوبة البلع، وهي طبعاً مراحل ودرجات، فكل درجة إلها نوع معين تدخل معين. تمام، بعطيك الدور بس في ناخذ الأسئلة. في سؤال آخر، دكتورة أريج، شو رأيك باستخدام التلفاز والآيباد للأطفال اللي عندهم عزوف عن الأكل؟ بالنسبة للأطفال اللي عندهم عزوف عن الأكل وتشجيعهم عن طريق ما عن طريق استخدام أجهزة الآيباد والتلفزيون، هاي طبعا من الحلول اللي جدا خاطئة، لأن الجمعية الأمريكية لطب الأطفال حرصت على أن عدد أو ما يسمى بالسكرين تايم أو وقت الشاشة لا يزيد عن ساعتين بالنسبة إلى الأطفال اللي هم أقل من 12 سنة. بل على العكس تماما، هناك ايضا دراسات بينت بان الاطفال اللي لديهم وقت الشاشه او يجلسون امام الشاشه لفترات طويله هم اكثر عرضه الى السمنه، فمستقبلا راح يكونون عرضه الى السمنه مع قله الحركه. شكرا. حقيقه في اسئله كثيره جدا، يعني الاهتمام كبير، فانا ما بعرف بس أنا قبل ما نأخذ يعني بنعطيه الدور للدكتور الكيلاني، بس نستمر ولا جعته ولا إيش؟ طب معلش في أسئلة نعطي، تفضل الدكتور الكيلاني. شكرا جزيلا، أول شيء محاضرات كثير جميلة وطريقتها ممتعة، بس يعني كثير التغذويين عم بيقولوا الآن إنه الزيت النباتي هو أفضل من الزيت الحيواني، مع العلم كل الدراسات الحديثة بتقول العكس، فأنا مستغرب يعني نقول الزبدة مش كويسة والشغلات، يعني أنا كثير استغربت بهذا الحكي الآن. اثنين، سؤال ثاني، يعني هو مش سؤال هو تعليق بسيط. الأنيروبيك هي ليست من نفس بحد ذاتها، وإنما هي صرف طاقة بدون توافر الأكسجين بالخلية فقط. لما إذا كتم النفس الإنسان بيرتفع ضغطه ممكن يؤدي إلى الموت. بعرفش الأسئلة في حدا حابب. وبالنسبة للدكتور، إذا بدنا نقارن ما بين ما بين السمنة النباتية والسمنة الحيوانية، لا we will go with السمنة الحيوانية لأنها طبيعية. السمن النباتي دكتور نحن نرفضه. الزيت النباتي إذا هو زيت مكرر كثيرا مستخلص صار كمان سيء، فالزيت النباتي اللي هو استخلاصه قليل، عشان هيك دكتور دكاترة قالوا زيت الزيتون، لأنه أغلب زيت الزيتون ما بيكون مكرر كتير، وان صار مكرر كمان بطل كتير كويس. وهون أنا بنوه إنه نحن فعلا لازم كتير ندخل زيت الزيتون على أكلنا. هاي النقطة. النقطة الثانية صح دكتور، يعني أنا كان قصدي إنه مش إنه بلا نفس إنه نسكر، لا يعني إنه واحدة تستدعي أكسجين اللي عشان تحرق الدهن والأخرى لا تستدعي أكسجين. يعطيك العافية. دكتور أيوب بعطيك الدور. هو المبدأ أول شيء إحنا نتعامل مع الدهون كنسبة، يعني لازم تكون نسبة التوتال كالوريز اللي جاية من الدهون تقريبا بحدود 30%، فتقريبا هاي كنسبة، فإحنا بنحكي عن كمية وعن نوعية. فككمية طبعا مش نبالغ في أكل الدهون لأنه هي مصدر غني بالكالوريز، هاي واحد. هلا نمبر اثنين، أنا الدهون اللي بدي أكلها سواء كانت حيوانية أو نباتية، أولاً الدهون الحيوانية دهون معظمها saturated fatty acids، يعني فإحنا ما بصيرش نحكي والله أنا عندي نسبة الدهون اللي جاية مشبعة تكون أقل من 10%، سواء إجت من نباتي أو من حيواني لا تكون أقل من 10%. هلا الترانس فاتي أسيد الدهون المتحولة لازم تكون أقل
من 1%، يعني فري، يعني لازم يكون أنا، وبالتالي يعني يكون شوي دقيقين، يعني أنا ما بصير أطلع أقول والله ده نباتي هيلثي ومش هيلثي. أنا عندي هيلثي، أنا بحكي لك شو هو. في عندنا الزيوت النباتية نسبة الدهون المشبعة، مثلا لو أخذنا زيت الزيتون أو مثلا يعني زيت الزيتون نسبة دهون مشبعة فيه منخفضة، لكن إحنا بنخاف من شغلتين، البالم أويل والكوكونات أويل. الكوكونات أويل والدهون الكوكونات أويل أو البالم أويل 50% مشبع، وأصبح الآن بديل رخيص مع ارتفاع الأسعار بكل المطاعم، وبالتالي أنت يعني بتكون هون نسبة الدهون المشبعة من التوتال كالوريز أكثر من 10%. فدائما نركز يعني على الكمية وعلى النوعية، وما نحطش يعني جمل كافية. شكرا دكتور أيوب، تفضلي أستاذة أريج. هو في الحقيقة اللغط اللي صار تحديدا لما صارت مقارنة ما بين الدهون المشبعة والدهون المتحولة. الدهون المشبعة دراسات أثبتت أن تناولها في حدود 10% من معدل احتياج الفرد للطاقة لن تؤثر على نسب الكوليسترول في الجسم. أما تناول الدهون المتحولة إذا هي كانت مصدرها حتى لو نباتي وتعرضت للحرارة واكتسبت روابط هيدروجينية فتتحول إلى دهون متحولة، إن راح تزيد احتمال مع كل 1 لـ 2% من معدلها راح تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة 23%. فلذلك قالوا إن التوصيات إن تناول هاي الدهون الغير مشبعة في حدود 10% مثل ما تفضل الدكتور لن يؤثر على بعض العوامل الصحية، بس تظل النسبة 10%. ومن هاي طلعت فكرة التسويق على الكوكونات أويل والتشجيع على تناوله، وإنما هناك العديد من المحاذير وإن النسبة اللي يجب لا تتجاوز 10%. شكرا أستاذ أريج، تفضلي دكتورة فرح. على الأغلب كل حدا فيكم حاضر اليوم حابب يطلع من هون ومعه وصفة يروح يشتريها من السوبر ماركت، كوكونات أويل، أوليف أويل، فروتس، فيجيتابلز. يا جماعة هي أكثر، هي نمط غذائي، هي مش أكلة ولا فواكه ولا خبزة، هي نمط غذائي متكامل. واللي تفضل فيه الدكتور إنه الأبحاث اللي عم تشتغل على خبزة وعلى زيت معين كلها عطيت آراء متناقضة، يوم بيقولوا لنا كله الزيت زيتون، يوم اوعى تقلوا فيه، هو نمط غذائي متكامل. وهلا اللي عم ينحكى فيه نمط غذائي وحياتي متكامل، فبدنا نجمع المجد من اطرافه مثل ما بيقولوا. شكرا دكتوره فرح. في حقيقه في اسئله كثيره جدا، فنحن ناخذ لنا السؤالين يعني على لانه الغدا بستنى. ففي سؤال حقيقه اعتقد كبار السن لم يذكر دور الحركه في علاج الامساك. لا حكيت التعقيب. حكيت أول شيء إذا إحدى أسباب الإمساك لدى كبار السن عدم الحركة، صح. السبب الرئيسي عدم الحركة، وهذا اللي أنا حكيته. فيجب أن يتحركوا على الأقل 30 دقيقة في اليوم، يقوموا يمشوا، تمشوهم، تحركوهم على يعني ما يضلوا قاعدين، لأنه هذا إحدى أكبر أسباب الإمساك وعدم تحرك الأمعاء بصورة صحيحة. فلا شكرا. أنا حقيقة عندي في ملاحظات وتعقيبات بس راح أتركها للأسئلة. حقيقة هنا في سؤال، كيف نتخطى ثبات الوزن مع خمول الغدة الدرقية؟ يعني إذا لأنه أسئلة. في سؤال آخر، ما رأيكم في استخدام السكر المخصص لمريضي السكري؟ هلا بالنسبة للغدة الدرقية أنا فينا أقول بداية هو نظام غذائي بده يتحط وينحط، يعني ينعمل له ميديكال نيوتريشن ثيرابي بحيث انه نشوف شو الاغذيه اللي بتحفز الغده الدرقيه وتنعطى له من ضمن النظام الغذائي لتخفيف الوزن. فهو عباره عن ميرجينج، هو الاثنين مع بعض بحيث انه يعطيك خطه تغذويه متكامله. نوع السكر البديل مختلف، في انواع سكريات يعني مصرح فيها الاف دي اي، في انواع خلي مصرح وفي منه مش مصرح. في بعض الانواع السكريات اصلا بتحفز، يعني هي سكر بديل بس برضه بتعمل انسولين يعني
فيني اقول على سكر نوعين، المونك، المونك من نبته اسمها المونك which is very nice zero calories، وحتى لما بتطبخوا فيها ما فيها اي سعرات حراريه، وايضا الستيفيا، بس المونك صفر بمعنى كلمه صفر، صفر كارب، سكر طبيعي. يا نعم في حقيقه سوري تفضلي استاذه اريد. طبعا هو فعلا في الدراسات الحديثه اثبتت ان صوت صوت تناول السكريات البديله راح يؤدي الى 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 الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين، لان هي المناطق اللي لها علاقه بتحفيز الاحساس بالشبع. هو 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 مثل ما تفضلت الدكتوره المونك والستيفيا، لكن مهم جدا عند البدء بالنظام الغذائي الصحي وتشجيع المجتمع على على تقليل السكر، مهم جدا ان احنا نعود المجتمع على تقبل الاشياء بطعمها الحقيقي والتدرج في التقليل من السكر لما يتم سحبه من النظام الغذائي، وايضا ارشادهم عن البدائل اللي ممكن اضافتها في اعداد الحلويات اثناء اعداد الحلويات، مثلا ممكن استبدال السكر او حتى السكر البديل تدريجيا، اضافه نص كميه السكر في الوصفات، ممكن اضافه البهروس الموز في اعداد الحلويات، بهروس التمر في اعداد الحلويات، ممكن تحسين طعمها عن طريق القرفه، عن طريق نكهه اضافه نكهه الفانيليا، ممكن عن طريق بعض جوزة الطيب. فبالتالي هو مهم جدا التدرج تدريجيا في التوقف عن السكر، لانه هو مساله تعود، وما في مشكله اذا الشخص في بدايه نظام الغذائي راح يبتدي باستبدال السكر، خصوصا مرضى السكر بالسكر البديل بعد تدرج في التقليل منه. انا باشروا لي قاعدين يعني فبالتالي فبالتالي حقيقه اللي عنده سؤال يعني اسئله لا تنتهي، انا في عندي حوالي 20 سؤال باعثينها، وانا فاللي عنده سؤال المحاضرين موجودين على فتره الغداء ممكن نسالهم وناخذ المعلومات منهم. بعرفش انا مين اللي بده خلص الان فتره الغداء يعني. شكرا جزيلا للمحاضرين، نشكركم جزيل الشكر، و شكرا. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. تسلموا تسلموا ايديكم. جزيل الشكر والتقدير للدكتور رياض شاكر عبيد وكذلك المتحدثين الكرام على إثراء هذه الجلسة المميزة. تحدثنا عن الحميات الغذائية، الرياضة، مواضيع كثيرة صحية، والحين مستعدين لتناول وجبة الغداء. عليكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله من بعد هذه الاستراحة بنكمل فعاليات المؤتمر. شكرا لكم.